الملك المصري يلفت إليه الأنظار وبقوة. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. كنا بنحلم والحلم تحول لحقيقة. وسيبك بقى من الكلام اللي داير اليومين دول على قصة صلاح وعلى قصة لقب أفضل لاعب في العالم من عدمه. أنا بشوف من وجهة نظري إن صلاح أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب، وكتير من الخبراء الحقيقة بيتفقوا معايا في الرأي ده. بس أنا عايز حضراتكم تشوفوا اللقطة وتقفوا شوية مع المشهد. أنا عايز حضراتكم تقفوا وتعيشوا شوية مع 90 دقيقة من أحلى الماتشات اللي تابعتها في السنوات الأخيرة. مش بس القصة إنها أقوى ديربي اتلعب على سطح الكوكب كله امبارح، صحيح كان في ديربيات وكلاسيكيات في منتهى القوة أو هكذا قالوا عنها. شفت امبارح وتابعت برشلونة وريال مدريد، اتفرجت كمان على بي إس جي ومارسيليا، واتفرجت بالتأكيد طبعًا واستمتعت بمواجهة يونايتد وليفربول. لكن الحقيقة كان عندي إحساس غريب جدا أتمنى أو اتمنيت إنكم تشاركوني فيه. اللقطة اللي حضراتكم شايفينها دي جمهور ليفربول فين؟ في مدرجات أو تحت مدرجات ملعب الأولد ترافورد قلعة المان يونايتد، بيغنوا لمين؟ بيغنوا لنجمنا محمد صلاح في مباراة كانت الأهم على سطح الكوكب امبارح وتابعها مليارات البشر. خليني أقول لحضراتكم أنه في نفس المباراة دي اللي كنت من سنتين ثلاثة بس أحلم أنه لاعب مصري بس يشارك فيها، شارك فيها وتألق فيها وسجل فيها هاتريك محمد صلاح، ووصل لصدارة ترتيب الهدافين بتوع الدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف عن فاردي، بل وأنه واصل كمان تفوقه في عدد مرات التسجيل في مباريات متتالية لصالح ليفربول، وسجل في المباراة العاشرة على التوالي. وبالمناسبة الجماهير دي كانت مألفة له أغنية مخصوص عشان المناسبة دي. لكن خلينا نشوف الملعب، مين كان موجود في ملعب المباراة امبارح؟ الأيقونة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد نجم نجوم إنجلترا، بول بوجبا نجم نجوم فرنسا، فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في العالم ونجم هولندا، ديفيد دخيا حارس مرمى مان يونايتد وحارس مرمى منتخب إسبانيا. الجماهير سابت كل دول كل دول وهتفت للنجم المصري محمد صلاح. بالتأكيد الحقيقة صلاح بيقدم لنا موسم استثنائي، نتمنى إن شاء الله إنه ربنا يوفقه، وأعتقد إنه بيقرب يوم بعد يوم من لقب الأفضل على مستوى العالم، سواء كنت بتكلم على جائزة البالون دور أو كنت بتكلم على جائزة ذا بيست. حلم اتحول لحقيقة، وفرحان إن أنا بشوف نجم مصري متألق ومكسر الدنيا في كل مكان في العالم، وأتمنى أشوف زي صلاح، ومتأكد إنه في زي صلاح العشرات ومش هبالغ كمان لو قلت المئات. طبعا النهارده حلقه مهمه جدا، وهنتابع مع حضراتكم يمكن قبل 48 ساعه فاصله. وخليني وانا بتكلم على استعداد الاهلي لمواجهه الاسماعيلي ان شاء الله يوم الاربعاء اقول انه بدايه الدوري النهارده بدايه مبشره، خلتني متفائل جدا جدا، وفي مقدمات وفي معطيات مبني عليها التفاؤل ده بالموسم الجديد للدوري. اولا وجود طبعا نقله نوعيه فيما يتعلق بالبث التلفزيوني، وده كان مشكلة كبيرة جدا. صحيح الموضوع مش مرتبط بس بجودة الصورة ومتعة المشاهدة، لكنه مرتبط بواحدة من إشكاليات الدوري المصري، ألا وهي منظومة الفار. وأعتقد أنه الصورة اللي شفنا بيها بداية الموسم السنة دي تقول أنه إلى حد كبير جدا منتظر أنه يكون في تطور في مستوى الفار، كلام بسبب وضوح الصورة، كلام بسبب زوايا النقل التلفزيوني. وأعتقد ده حضراتكم هتلاحظوه على مدار الموسم، واتمنى ان حكامنا سواء حكام الساحه او حكام الفار يستغلوا ده بشكل كويس. النقطه الثانيه الحقيقه واللي بتخليني برضو متحمس جدا مرتبطه بالتحكيم، هو وجود كابتن عصام عبد الفتاح كرئيس لجنه الحكام، والحقيقه الرجل مصدر ثقه كبيره جدا الحقيقه، ومتوسمين ده في الموسم ده ان شاء الله يكون ناجح جدا في اداره منظومه التحكيم، من اللي بتمنى ان شاء الله باذن الله تكون على أقل تقدير أخطائها في حدود قليلة جدا وتكون في حدود المقبول، والأهم من ده أنها لا تؤثر على نزاهة المسابقة ولا نزاهة التحكيم المصري ولا التساوي في فرص المنافسة على لقب البطولة. والأهم من ده كمان أنه يبدو هنشوف كرة حلوة، لأنه أغلب الفرق الحقيقة صحيح الموسم اللي فات ما كانش سيء، وشوفنا فرق كتير جدا قدمت كرة محترمة، لكن يبدو كمان أنه الفرق استعدت الموسم ده النسخة دي للدوري بشكل أفضل بكتير، وده اللي بيخلينا نتمنى أنه مسابقة الدوري المصري تكون في
احسن مستوياتها. اعتقد ده في النهايه صب في مصلحه رابطه الانديه اللي تتولى مسؤوليه المسابقه السنه دي، ونتمنى ان شاء الله انها تقودها لبر الامان ويكون موسم اكتر من ناجح. خلينا نفكر حضراتكم بسؤالنا اللي هيكون مستمر معاكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا، على تويتر وعلى انستجرام وعلى فيسبوك: مين هم افضل 3 لاعبين من وجهه نظركم في من فرقه الاهلي طبعا في مباراه الحرس الوطني الاخيره اللي كسبها النادي الاهلي بنتيجته المفضله 6-1؟ فاصل ونرجع نبتدي حلقتنا مع حضراتكم في السادس. مفيش خلاف، يعني لو سالت اي حد بيحب الكوره او يعني بيشجع كوره وبيتنفس كوره ايه هي الفرقه او المنتخب الاكثر متعه على مستوى العالم، هتلاقي انه تقريبا 90% بصرف النظر عن انتماءات، حتى ممكن ناس يعني ناس موضوعيه طبعا مش متعصبه، ناس موضوعيه تروح دايما للسامبا البرازيلي. وكان المنتخب البرازيلي الحقيقه على مدار عصور واجيال كتير جدا مختلفه هو المصدر المتعه الحقيقيه في كره القدم، فريق بيلعب كوره كانه بيرقص سامبا حقيقي، قدم نجوم عظيمه جدا 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 في كل المراكز دفاعا وهجوما وفي وسط الملعب، نجوم ما تتنسيش الحقيقه. والحقيقه يمكن النسخه اللي احنا نفتكرها الاروع يمكن كانت 94 ونسخه 98، لكنها اصطدمت بجيل عظيم طبعا من الديوك الفرنسيه وخسرت في نهائي كاس العالم، ومنهم معانا النجم البرازيلي زي كارلوس اللي الحقيقه يمكن هيشرفنا النهارده، كنا نتمنى نشوفه صوت وصوره، لكن هنتواصل معاه من خلال طبعا مداخله هاتفيه. طبعا بدايه بشكرك على ظهورك ووجودك معانا على شاشه الاهلي، وخليني اسالك في البدايه بما ان احنا بنتكلم عن المتعه وعن السامبا البرازيليه، جيل 98 لو في احسن حالاته واجه جيل البرازيل الحالي بقياده كوتينيو فيرمينو ونيمار، يكون الغلبة لمين من وجهة نظرك؟ أنا نطش على سي سي على أسي نا جيراس مدو مويتو برازيل نا نا جيراسون باسادة. أنا طبعا بنتمي للجيل القديم جيل 98، وطبعا الكرة البرازيلية اتغيرت كتير من 98 لحد دلوقتي، وطبعا الفريق البرازيلي طبعا هو الفريق المفضل لكرة القدم بالنسبة لكل مشاهدين العالم. ولو قارنا الجيل القديم بتاع 98 مع الجيل دلوقتي وحتى في الثمانينات حتى جيل 86 طبعا الفرق النهارده الفرق مش ثابته، زمان الفرق كانت ثابته عن كده، دلوقتي لكثره اللعيبه فالفرق مش ثابته، دايما بتتغير اللعيبه اللي فيها. لكن نسخة 98 أقوى ولا نسخة 2021؟ أو خليني أروح لكأس العالم 2022 نفتح السكة الكلام عن كأس العالم شوية. نسخة 98 أقوى ولا نسخة 2021 أقوى؟ كومو؟ 98 طبعا أقوى من الجيل الحالي. هل شايف إنه البرازيل عندها قدرة على إنها تنافس أو إنها تحقق لقب كأس العالم اللي هيتلعب كمان يعني شهور قليله؟ قطر والله اعتقد ان فرص البرازيل مش قويه ان هي تفوز بكاس العالم في قطر، فرصها مش قويه زي الاول. يعني على مدار اجيال مختلفه كان المنتخب البرازيلي الحقيقه مدجج بالنجوم، يعني ما تقدرش تقول انه مش بس ال 11 اللي في الملعب، انه قائمه البرازيل كلها عباره عن نجوم من الطراز العالمي. وحتى الجيل بتاعك يمكن اللي بنشوف له لقطات دلوقتي، يعني رونالدو طبعا الاسطوره، رونالدو واحد يمكن يكون اهم مهاجم، اهم من حمل رقم 9 في على الاقل في الفتره اللي انا عشت فيها وشفت فيها كوره، كاكا، كافو، روبرتو كارلوس، رونالدينيو وغيرهم من النجوم. لكن النهارده
البرازيل ما بقتش تقدم لنا الكم ده او العدد ده من النجوم، وبالكاد يمكن النهارده تلاقي حد عارف اسم او اتنين باستثناء فيرمينو باستثناء نيمار، ما حدش عارف قوي نجوم الكره البرازيليه. من وجهه نظرك ايه السبب في ده؟ اعتقد ان خلو منتخب البرازيل من نجوم زي الاول ان البلد ما يعني ان النجوم او كرة القدم ما اتطورتش بالتطور بتاع الاول. كان الاول كان البرازيل كان تقريبا عندها نص نجوم العالم، دلوقتي مش زي الاول، لان مقارنه ببلاد تانية الكره في البرازيل ما اتطورتش زي تطور الكره في بلاد تانية في اوروبا وحتى في امريكا اللاتينيه. نقدر نقول يعني حتى ان الفريق الحالي مش منظم، مش بيحترم المواعيد، مش بيحترم القواعد اللي بتتحط له زي الفرق القديمه بتاعت. طيب لو كلمتك على نيمار على وجه التحديد، بدايه خلينا اشوف هل بتتفق انه نيمار اتظلم في السنوات الاخيره بسبب عدم حصوله على لقب افضل لاعب في العالم، وانه المنافسه كانت دايما يعني بتحط او بتفضل اسم ميسي واسم كريستيانو رونالدو في المرتبه الاولى؟ هل شايف انه في ظلم وقع على نيمار في السنوات الاخيره؟ لا انا بعتقد نيمار لاعب كويس جدا، هو بس هو بينقصه بس جزء من البيهيفير بتاعه والتصرف بتاعه، يعني موقفه او صفات شخصيه يعني مش قادر يكتسبها، هو لازم يركز. هو انا شايف ان هو لازم يركز في كره القدم اكتر، ان هو مش مركز زي اللعيبه التانيين. هو دايما مشرد وتحس ان هو تايه ومش مركز ومش مركز في كره قدم. هو لاعب كويس واكثر واحد ممكن يلعب كويس في الفريق في جوه الملعب، ولكن هو سلوكه الشخصي مش منضبط. اعتقد في حد في تشكيله منتخب البرازيل بيفكرك بنفسك، يعني تعتبره ستايل او امتداد لاسلوب لعب زي كارلوس مع منتخب السامبا؟ لا ما اعتقدش دلوقتي، يعني دلوقتي هو نيمار افضل واحد في اللعب في الكوره، بس هو مشكله في سلوكه الشخصي وفي عدم تركيزه في اللعب. بالمناسبه نيمار كان ليه تصريح يمكن في الفتره الاخيره انه كاس العالم اللي جاي ممكن يكون كاس العالم الاخير بالنسبه له، ازاي قريت التصريح ده؟ لا اعتقد ان هو بس بيتكلم بس مش هيعمل كده، هو بس بيتكلم. لا هو اللاعب ساعات بيقول حاجات تصريحات عشان يجذب الانتباه ليه، ولكن ده ما اعتقدش ان ده هيكون موقفه الفعلي. واذا سالتك على ترشيحات المحبين والخبراء ووسائل الاعلام لجائزه افضل لاعب السنه دي، اسماء كتير بترشح كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بحكم العاده اعتقد مش بحكم المستويات اللي بيقدموها السنه دي، داخل في الترشيحات لاعب زي كريم بنزيما، داخل لاعب زي روبرت ليفاندوفسكي، بالتاكيد محمد صلاح النجم المصري لابد انه يكون حاضر، ونيمار ما اقدرش استبعده وهو وكيليان امبابي. مين من وجهه نظر زي كارلوس يستحق لقب الافضل السنه دي؟ اعتقد كريستيانو ان الجائزه تنحصر بين كريستيانو رونالدو وميسي وصلاح، لكن نيمار مش مركز زي ما قلت لحضرتك، مش مركز في اللعب، فما اعتقدش ان هو يستحق الجائزه زي الثلاثه الاولانيين. هو جائزه بتنحصر ما بين الثلاثه، ما بين كريستيانو رونالدو وما بين ميسي وما بين محمد صلاح، وانا عن نفسي بايد محمد صلاح.
زي كارلوس طبعا نجم المنتخب البرازيلي. بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق. احنا ما حدش يقدر ينكر ابدا حبنا وعشقنا لنجوم السامبا، وبالمناسبه الجيل اللي حضراتكم شفتوا له لقطات دلوقتي اللي ما شافش كره البرازيل في 98 وفي 94 فاتوا كتير جدا. يعني كتير من النجوم الحقيقه دي يعني قمه المتعه. عارف لما بنقول كده او المعلقين الكوره يقول لك سيرك، هم دول الفرق اللي كانت بتنصب السيرك. كاكا، بيبيتو، روماريو، رونالدو من بعده، رونالدينيو ده يا جماعه. يعني انا في ظني مع كل الاحترام والتقدير لموهبه، انا بعشق حاجه اسمها مارادونا. بيليه يمكن ما شفتوش قوي، اسمع عنه، حتى الماتيريال اللي موجوده مش معبره بشكل كبير جدا عن موهبته يعني، لكن عارف انه دايما الناس بتقول بيليه مارادونا بيليه مارادونا. انا من وجهه نظري في العصر اللي انا عشت فيه كوره، رونالدينيو هو احرف من لمس الكوره، مع كامل الاحترام بقى لكل المواهب وجهات نظر شخصيه في النهايه، بس هو رونالدينيو بالنسبه لي ساحر كره القدم. في مواهب عظيمه جت، يعني زيدان واحد من الصحراء ما حدش يقدر يختلف، اريك كانتونا نجم الفرنسي واحد من الصحراء والمبدعين، دي نيلسون واحد من احرف اللعيبه اللي قدمتهم البرازيل، لكن بالنسبه لي السحر الموهبه المتعه كانت رونالدينيو، واللي ما اتفرجش على رونالدينيو ما شافش يعني ايه كوره. روبرتو كارلوس في الشمال، كافو في اليمين، حاجه خيال، حاجه خيال بمعنى الكلمه. كاكا في نص الملعب، رونالدو البرازيلي طبعا مش البرتغالي، وبالمناسبه انا في رايي ان رونالدو البرازيلي يفوق كريستيانو يعني بعشرات المرات، لاعب اسطوره بكل ما تحمله الكلمه من معاني. بص كل المهارات والمواهب اللي مفترض انها تتوافر في راس حربه كانت موجوده في رونالدو البرازيلي، وفوقها حته كمان زياده. أنا مش متحيز للبرازيل الحقيقة، الناس دي تستحق أكتر بكتير جدا من الكلام اللي أنا بقوله، واللي ما اتفرجش واللي ما شافش على النسخة دي من البرازيل يخش يتفرج ويخش يستمتع بكاكا، برونالدينيو، بدي نيلسون، بكافو، بروبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس ليه جون في فرنسا، ده رونالدينيو طبعا. واتفرج على رونالدينيو كمان مع، مش بس مع البرازيل، اتفرج على رونالدينيو مع هو أنا إزاي نسيت ريفالدو أساسا؟ ده ريفالدو لوحده ده كان قصه وحكايه وروايه. بس اللي ما اتفرجش يعني اللي ما اتفرجش على رونالدينيو ما اتفرجش عليه بس مع البرازيل، اتفرج عليه كمان مع البارسا كان بيعمل ايه. رونالدينيو اعتقد يمكن يكون اللاعب الوحيد اللي جماهير الريال وقفت فين؟ في ملعب سانتياغو برنابيو، وقفت في المدرجات تسقف له على الشو. لعيب كان بيلعب فرقه ريال مدريد العظيمه جدا باسمائها بقى، قول زي ما انت عايز تقول، كان بيلعبها تقريبا لوحده. ده طبعا رونالدو البرازيلي يعني نسخه متعه. لو قعدت اتكلم على البرازيل هكلم ساعات، مش هخلص كلام يعني. طيب احنا قلنا لحضراتكم انه بدايه من الموسم ده صوت المدرج هيكون طالع هنا صوت وصوره في السادسه، وطلبنا من حضراتكم انه البدايه تكون برايكم في مستوى النادي الاهلي، المباراه اللي قدمها النادي الاهلي الاخيره في ماتش العوده امام الحرس الوطني بطل النيجر، وقلنا كمان منتظرين ايه في الموسم الجديد بدايه من مباراه الاسماعيلي. تعالوا نشوف، هنستعرض مع حضراتكم جزء بما ان احنا بنبتدي الموسم وبنوعد حضراتكم الفقره كل ما الاراء تبقى اكتر وكل ما الاراء يبقى فيها وجهه نظر محترمه هندي مساحه اكبر للفقره دي، بس خلينا نستعرض جزء من آراء الجمهور نشوف قالوا إيه على ماتش الحرس الأخير ومستنيين إيه في مباراة الإسماعيلي. هنبتدي بصوت وصورة مع أحمد سيد، أحد طبعا مشجعي وجماهير النادي الأهلي. في البداية أحب أشكر قناة الأهلي على تواصلها مع الجمهور. أما بالنسبة لأداء الفريق أمس أمام الحرس الوطني، أداء مشرف جدا وأداء منتظر من الفريق البطل فريق النادي الأهلي نادي القرن، وإن شاء الله مزيد من التفوق ومزيد من الأداء، ومنتظرين المزيد ان شاء الله. ان شاء الله البطوله ال 11 كجمهور بنطالب بالبطوله ال 11 ان شاء الله. ومباراه الاسماعيلي ان شاء الله تكون من بدايه قويه في الدوري وناخد الدوري ان شاء الله بامر الله. احب اشكر قناه الاهلي وجمهور النادي الاهلي. طيب نروح طبعا، لا شكر على واجب، واحنا وعدناكم في السادسه دايما نكون يعني مدين مساحه للجمهور يعبر عن رايه وعن وجهه نظره. خلينا نروح لراي تاني من شريف ابو حمد، نسمع شريف قال ايه على السؤال اللي طرحناه على حضراتكم. تابعت اداء النادي الاهلي في مباراه الحرس الوطني الاخيره، والحقيقه اكتر حاجه عجبتني هي رده الفعل واظهار شخصيه الاهلي الحقيقيه في المباراه بعد التعادل في مباراه الذهاب بهدف لكل فريق. فدي كانت اميز حاجه يعني من خلال متابعتي، فكره ان يبقى في رده فعل من اللعيبه واظهار شخصيه النادي الاهلي الحقيقيه.
ان شاء الله باذن الله اتمنى ان احنا ننطلق في بطوله الدوري بانتصار يعني يكون غالي على الاسماعيلي، ونحقق ان شاء الله اول 3 نقط في مشوارنا يعني لاستعاده اللقب مره ثانيه باذن الله. زي ما قلت طبعا اغلب الجماهير راضيه عن العرض، اللي بشوفه برده عشان نبقى متفقين ونبقى صراحة وموضوعيين، مش هو احسن حاجه في الدنيا، صحيح نتيجه مرضيه جدا، لكن احنا مستنيين الاهلي اقوى من كده بمراحل، ويمكن بالتدريج ان شاء الله ومع الصفقات الجديده لما تخش سكواد واللعيبه تسخن والمنافسه تحمى بينهم وبين بعض، ويبقى مستر موسيماني عنده مرونه في اختيار الاوراق، ويبقى عنده قدره على تدوير اللاعبين في موسم هيكون طويل وصعب وشاق جدا، تظهر شخصيه الاهلي اللي كان بيتكلم عليها شريف بشكل اوضح، ونرجع الكره الحلوه بتاعه النادي الاهلي ان شاء الله بدايه من مباراه الاسماعيلي. طيب نروح لراي كمان من محمود صبحي، نشوف محمود قال ايه. والله ان شاء الله الاهلي اداء مميز مع المدير الفني العبقري موسيماني، وان شاء الله النادي الاهلي هيفوز بالدوري ان شاء الله السنه دي، وده الاهلي في افريقيا كما عودنا، وان شاء الله نحلم بثلاثيه مع موسيماني وافضل لاعب في المباراه كهربا واكرم توفيق، ونقول الف سلامه كابتن السليمان، بحب الاهلي، الاهلي نادي القرن. طيب ده كان راي محمود صبحي، بشكر بدايه الناس اللي بعتت لنا، وبعتذر زي ما قلت ان شاء الله مع الوقت ولما الموسم يزداد سخونة هندي مساحة أكتر لصوتكم وصورتكم أنها تطلع على شاشة النادي الأهلي، وبعد إن شاء الله بإذن الله مباراة الإسماعيلي ومع الحلقة اللي جاية هنطرح على حضراتكم أسئلة كتير جدا إن شاء الله في السادسة، ننتظر إجاباتكم وبنوعدكم إن شاء الله على قد ما نقدر هنفرد مساحة لصوت الجماهير إنها تكون موجودة معنا. الأهم إن إحنا ندي مساحة، صحيح الجمهور راجع السنة دي المدرجات مرة تانية حتى ولو كانت البداية بألف مشجع، لكنها بداية إن شاء الله نتمنى تكون كويسة، ونتمنى أنه الألف دول يفتحوا بقية الأبواب لبقية الجمهور، ونختم المسابقة كده ونختم السيزن بعودة تقريبا يعني نتمناها تكون كاملة لكل الجماهير في المدرجات، لكن لغاية لما ده يحصل السادسة هيكون صوت جماهير النادي الاهلي، صوت المدرج هيكون دايما في السادسه، وبنوعد حضراتكم ان شاء الله نسيب لكم مساحه تعبروا عن كل الموضوعات بالصوت والصوره واحنا نعرضها على شاشه النادي الاهلي. فاصل بقى ونرجع نتكلم على المواجهه المنتظره ان شاء الله الاهلي والاسماعيلي في انطلاقه مشوار الاهلي في بطوله الدوري في نسخته الجديده بعد الفاصل مباشره. تاريخ طويل طبعا وحافل جدا ومثير جدا في المواجهات بين الاهلي بنجومه طبعا ودراويش الاسماعيليه، والحقيقه يمكن تظل المباراه دي واحده من الماتشات اللي بنستناها على مدار الموسم، يعني ما تقدرش تنكر انه ماتش اهلي وزمالك في حته ثانيه، ماتش اهلي واسماعيلي في حته ثانيه، وفي بعض الماتشات طبعا ما اقدرش انكر انه اهلي واتحاد، اهلي ومصري، الماتشات دي بتبقى بالنسبه للجمهور مباريات من العيار الثقيل، لكن يشاء القدر انه انطلاقه الموسم ده تكون في مواجهه الاسماعيلي، وده شيء أنا الحقيقة حبه جدا، أولا لأنه هيبقى اختبار قوي جدا للجهاز الفني وللاعبتنا وللصفقات الجديدة في بداية الموسم، وإن شاء الله بإذن الله قدها وقدود وينجحوا في الاختبار. هنتكلم على الموسم بشكل عام، وهنتكلم وهنركز طبعا على المباراة المهمة والمنتظرة بين الأهلي والدراويش إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي مع ضيفنا النهاردة ونجمنا في السادسة كابتن أمين عرابي. وبالمناسبة كابتن أمين ليه مشوار طويل جدا مع النادي الاهلي، وكان مدرب في قطاع الناشئين وحاليا بيتولى واحده من اكاديميات النادي الاهلي، ففرصه كمان نتكلم معاه عن المواهب واكتشافها وازاي ممكن يكون عندنا مش بس محمد صلاح 10 20 قول يا رب 30 محمد صلاح في اهم فرق وانديه العالم. مساء الخير كابتن امين، اهلا وسهلا، سعيد ان انا مبسوط معاك وسعيد ان انا في قناه النادي الاهلي، منور الدنيا. الله يخليك حبيبي. اهلي واسماعيلي، بس قبل ما ادخل في التفاصيل اتفضل، اهلي واسماعيلي يعني ايه بالنسبه لكابتن امين عمر؟ لا مباراه انا شايفها بالنسبه لي يعني مباراه عاديه زي اي مباراه فيها كابتن امين. معلش مباراه عاديه زي اي مباراه. النادي الاهلي اتعود على المباريات دي، خلاص ما بقاش فارق معاه الماتشات دي بيلعب مع مين، لان سمه البطل انه بيلعب مع اي حد، والدوري انه هيلعب مع اي حد. حد اكيد شايفك على الهواء، ف مش عارف والله يعني عايز يعمل معاك مداخله لا فحاجه يعني فهي دي الفكره. ان النادي الاهلي متعود ان هو يلعب كل الماتشات دي. انا شايف طبعا الاسماعيلي فرقه كبيره وفرقه كويسه وفرقه قويه، لكن النادي الاهلي بطل، وايا كان مين هيواجه في اول مباريات الدوري. وانا هاخد من كلامك ان انت قلت ان نشوف الماتش الاولاني اختبار
لعيبه جديده واختبار، لا هي مش اختبار، انا بشوفها من وجهه نظر فنيه ثانيه. ان البدايات القويه بتفرق معاك. البدايات القويه بتفرق معانا بتفرق مع الفريق القوي. يعني انا لما ابدا الموسم بفرق القويه احسن لي كتير جدا من لما تاخدها في نص الجدول. احسن ما اخدها في نص الجدول. لان برضو البدايات في كل الانديه ما بتبقاش قويه زي ما الناس متوقعه. زي افتتاحات اي افتتاح كاس عالم، افتتاح مش عارف الدوره الاولمبيه، افتتاح هتلاقي الماتشات الاولى بتبقى لسه اللعيبه ما دخلتش جو الماتشات. لكن بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي الحمد لله احنا بقالنا فتره بنلعب، ما وقفناش لسه لاعبين 2 ماتش افريقيا، فاحنا الاجهز. فان شاء الله باذن الله تبقى بالنسبه لنا مباراه كويسه ونتمنى الفوز طبعا للنادي الاهلي. ايه اللي شفته في مباراه العوده ومطمنك، وايه اللي تتمنى انه يعني يزيد على الفرقه في مواجهه الاسماعيلي؟ اللي طمني في مباراه العوده الانسجام واضح انه اكتر شويه، التهديف نسبه التهديف على الجول بقت اكتر شويه، ضياع الفرص اقل من الفترات اللي فاتت. الحمد لله الى حد ما ماسكين نفسينا في الدفاع شويه رغم الهدف اللي جه فينا، لكن لا في مؤشرات الحمد لله ان الفرقه رايحه لقدام، خاصة ان كمان في لعيبه لسه بعيده وما دخلتش، وفي اللعيبه الجدد لسه ما دخلوش هيخشوا ماتش الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله، فبدايات مبشره باذن الله. ايه اللي تتوقع انه يختلف في اداء الاهلي في مباراه الاسماعيلي، وايه اللي بتنتظره من الصفقات الجديده كابتن امين؟ لا الانتظار من الصفقات الجديده كل الناس، مش انا بس، كل الناس منتظرين منهم حاجات كتير جدا، لان هم المفروض النادي الاهلي جاب لعيبه كويسه على مستوى عالي جدا، فمفروض ان هم يقدموا احسن حاجه بالنسبه لهم. اتفرجت عليهم في التمرين؟ اتفرجت طبعا. اتفرجت. مين لفت نظر كابتن امين عمر؟ لا هو الاثنين كويسين، الاثنين الافارقه طبعا. كريم فؤاد احنا كلنا عارفينه وشايفينه ومنتخب مصر، لعيب كويس جدا. الاثنين الافارقه انا شايف ان هم مهاريين جدا. يعني الناس حافظه، خصوصا كمان يعني حضرتك اتكلمت على كريم، احنا طبعا متابعينه وكنا نفسنا انه الاهلي يحسم الصفقه والحمد لله وقد كان. جمهور الاهلي تابع عبد القادر وتابع عمار، قدموا موسم ولا اروع. لا وهم اولاد النادي ولاد النادي بالظبط كده، اولاد النادي. بس اقصد اقول مش جداد على الجمهور، يعني الجمهور عارف امكانياتهم وعارف ازاي ممكن قماشتهم تفيد الفريق ككل. وحسام حسن طبعا مهاجم يعني من طراز رفيع ومحترم جدا. خلي بالك والمجموعه اللي الاهلي جابها خاصه المصريين ده كان من مطالب الجماهير ان اللعيبه دي ترجع، سواء عبد القادر او عمار. كان طالبين ان حسام بيتكلموا معاه من السنه اللي فاتت، فكان تحت بصر النادي والجهاز. كريم فؤاد طبعا ظهر بمستوى برضو يعني يطمن جدا. بيرستاو هو بيرستاو بقى ميكسوني اللي يمكن الجمهور ميكسوني برضو لعب ماتش الجيش، كل الناس يعني قالوا انه لعيب كويس بس ما خدش وقته. ونزل في وقت كان عصيب جدا في مباراه السوبر، لكن انا متوقع انه هيبقى كويس لانه عنده سرعات، عنده رشاقة عالية جدا، كورته حلوة يعني متحرك، فدي إن شاء الله هتبقى. بيرس ده الناس ما شفتوش أو إحنا ما شفناهوش كويس. أنت شفته في الملعب؟ شفته في التمرين، لكن إن شاء الله لقدام بإذن الله أنا متوقع إن هيعملوا حاجة كويسة جدا السنة. إيه اللي مستنيه من مستر موسيماني في موسم جديد بيبدأ مع النادي الأهلي؟ وإيه الحاجات اللي أنت شايف إنه كانت أخطاء عليه إن هو يجب إنه يتفاداها؟ أو مشكلات في الفريق عليه إنه يتعامل معاها في بداية الموسم الجديد؟ شوف هو يعني حسناته أكتر من أخطاء. يعني الراجل مفيش مانع، إحنا برضو عايزين الأحسن. لا وماله، ما إحنا هنطلب الأحسن طبعًا. لا نطلب الأحسن وتملي، إحنا بندور على الأحسن. والراجل بنفسه اعترف يعني هو بعد التسعين وقال إحنا بس عايزين يبقى في تجانس أكتر، مش عايزين تغييرات كتير في التشكيل، يبقى التشكيل ثابت، اللعيبة اللي بتلعب تبقى في مراكزها، مفيش تغيير في المراكز كتير. حتى الدفاعية يعني تبقى في كومباكت كويس بين نص الملعب والمدافعين، تقل عدد الأهداف اللي بتيجي فينا. احنا بقالنا فترة كل ماتش ولحظتك كلها دفاعية كابتن، كل ماتش بيجي فينا جول. لا يعني كل ماتش، ما انا قلت لك الحتة الهجومية الحمد لله في بشاير في الماتش اللي فات ان احنا بدأنا نروح، واللعيبة اللي جبناها كلها من النوع اللي بيروح لقدام كتير، زائد ان احنا عندنا هداف الدوري المصري، عندنا انا من وجهه نظري طبعا مع احترامي لكل الناس اللي بتلعب، قفشه من احسن اللعيبه اللي بتوصل للفرود للجول، عندنا طرفين اجنحه كويسين جدا سواء كهربا طاهر حسين الشحات. هي مشكله الانسجام، مشكله ان احنا نلعب في انسجام بيننا وبين بعضنا، هي دي الفكره بس.
لكن ان شاء الله باذن الله بنطلب منه بقى ان احنا نبقى تملي بندور على المكسب فقط. ازاي بتشوف نسخه الدوري الجديده النهارده الانطلاقه؟ وكل الناس، انا يمكن ما تابعتش الماتش كله، بس يعني كل الناس بتقول انه الانطلاقه قويه جدا، وانه واضح ان المنافسه السنه دي، المسابقه السنه دي ككل بصرف النظر عن المنافسه على اللقب، هتكون مختلفه عن المواسم اللي فاتت. هتبقى صعبه جدا جدا. انا شايف ان الفرق كلها هتبقى قويه جدا باستثناء فرقه او اتنين اللي مش هيبقى ليهم باع في الدوري قوي. انت اتفرجت على ماتش البنك الاهلي وطلاع الجيش؟ اتفرجت طبعا، والبنك الاهلي طبعا بنبارك له، عمل ماتش كويس جدا، وبنقول هارد لك لطلاع الجيش. برضو زي ما قلت لحضرتك، كان في مصلحه البنك الاهلي الماتش في بدايته، كان في مصلحته ان طلاع الجيش جاي واخد السوبر، فبرضو اللعيبه حاسه ان هي ممكن هتكسب او مش هتتغلب بسهوله. جه فيهم جول بدري قوي في اول 4 دقايق، اتفتحوا الملعب، بداوا ينشغلوا بالناحيه الهجوميه اكتر، نسيوا النواحي الدفاعيه. البنك الاهلي ضيع فرص كتير، هم يعني ضيعوا فرصه او اتنين، لكن البنك الاهلي قدر الشوط الثاني في اخر 10 دقايق سجل هدفين وكسب 3-0. فالبدايات واضح انها هتبقى قويه جدا يعني. الناس كلها الحقيقه كانت بتتكلم على محمد هلال لاعب البنك الاهلي، وحط جولين من الثلاثه بالتالي اول ما نزل في اول لمسه جول، وبعديها ب 10 دقايق في اخر دقيقه جول. بصراحه عمل جولين كويسين، وانا شايف ان البنك الاهلي استقطب لعيبه كويسه. هو الحقيقه، وده خليني اكلمك على الميركاتو، يعني هتكلمنا على صفقات الاهلي، واعتقد بنسبه كبيره جمهور الاهلي راضي عن الصفقات اللي عملتها الفرقه السنه دي. بدايه كنت مستني يعني لعيبه تانية، او في لعيبه انت كنت شايف انها تكون جديره انها تكون موجوده في النادي الاهلي، سواء على مستوى الاسماء او على مستوى تدعيمات المراكز نفسها. لا، هو شوف، انا بامانه يعني، والنادي الاهلي يهمنا كلنا، واحنا نهم يبقى احسن من احسن الانديه في القاره الافريقيه كلها. انا كان املي ان ندعم شويه في قلب الدفاع. يعني عندنا 5 لعيبه ما شاء الله، وماله يعني، كويس مش عيب. ما هو انت في لعيبه عندك بتصاب، في لعيبه بتتعور، في لعيبه انت خلي بالك، اصل النادي الاهلي مع احترامه. مين الاسماء اللي رشحها كابتن امين؟ لا، انا هقول لحضرتك بدون ذكر اسماء، انا عايز اقول لحضرتك يعني النادي الاهلي او النادي البطل اللي بيلعب في اكتر من بطوله، لا عايز يبقى عنده كل الصفوف قويه، وكل مركز فيه 3 أو 4، مش واحد او اتنين. انت السنه اللي فاتت صادفنا سوء حظ كبير جدا، في لعيبه جالها كورونا، لعيبه اصيبت لما فترات طويله، الضغط متلاحق ما بين افريقيا وما بين الدوري، فده عمل عندنا دروب شويه، يعني عمل عندنا سن الدروب شويه. ايوه، بدليل ان هو مثلا موسيماني جه في فترات حمدي فتحي بقى يسقطه تحت شويه يعني كمساك، فكانت عامله لنا، وسعد سمير كان بعيد خالص وكان فتره مصاب، فعملت لنا دروب شويه. انا كنت اتمنى ان احنا نزود خط الدفاع القلب بالذات بواحد او اتنين اللي هم طوال القامه، الهيدرز اقوياء فيه، الالتحامات فيها يبقى اقوى من كده شويه، لكن بقيه الفرقه وهم اللي موجودين برضو فيهم الخير، وان شاء الله يكملوا. طبعا كلهم نجوم كبار الحقيقه، ولسه كمان لما كابتن محمود متولي يرجع اعتقد هيكون اضافه قويه جدا لخط دفاع النادي الاهلي. ده بالتاكيد. خليني اتكلم معاك على الميركاتو اكتر بالتفصيل، وتوقعاتك لشكل المنافسه، ومين ممكن يكون حصان اسود للبطوله في نسختها الجديده. بس اسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. انا هبتدي معاكم بس كلام من ورا شويه، يعني هرجع بالتاريخ، قول مثلا بتاع 35 40 سنه ورا كده، من ايام كابتن اكرامي طبعا ربنا يديله الصحه، وكابتن ثابت البطل الله يرحمه، حراسه المرمى في النادي الاهلي على مدار الاجيال دي، ومن قبلهم انا بسمع ان في يعني اسماء محترمه جدا تولت حراسه مرمى النادي الاهلي، كابتن عادل هيكل وغيرهم من الاسماء، لكن يعني انا بحكي على اللي انا شفته او اللي افتكره، يعني كابتن اكرامي طبعا وحش افريقيا، كابتن ثابت البطل الله يرحمه، من بعدهم كابتن شوبير، من بعدهم عصام الحضري، من بعدهم الشناوي. كل الاسماء اللي انا بقول لحضراتكم دي اسماء مرعبه في عالم حراسه المرمى، حراس مرمى على اعلى مستوى، ودايما حراسه المرمى لما تبقى كويسه في النادي الاهلي تطمن على حراسه المرمى في منتخب مصر، ومفيش حد من دول ما كانش حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى منتخب مصر، وكلهم كتبوا تاريخ عظيم جدا. كنت ليه بقى قلت لكم المقدمه دي؟ لان في منهم الاسماء العظيمه دي ناس كتير جدا اتظلمت واضطرت انها تقعد دكه، يعني كابتن شوبير مثلا كان اطلق عليه على ما اتذكر ايوب الكره المصريه، لانه قعد كتير جدا احتياطي لغايه لما خد الفرصه ومسك فيها بايديه واسنانه وتالق، وبعد كده بقى كابتن احمد شوبير. عصام الحضري قعد فتره طويله جدا
احتياطي الكابتن شوبير، وقعد فتره طويله حتى في منتخب مصر احتياطي لنادر السيد. مظبوط الكلام كابتن امين؟ لغايه لما جات له الفرصه وبقى واحد من اساطير حراسه المرمى في مصر. ليه بقول المقدمه الطويله دي؟ عشان كنت بتكلم مع كابتن امين على علي لطفي، وزي ما انا متحمس جدا لكابتن علي لطفي يبدو كمان ان كابتن امين متحمس جدا. لا انا متحمس له جدا لان انا اعرفه من وهو ناشئ. ويمكن لعب ضدنا وهو صغير في الناشئين. علي لطفي من الاجوان الموهوبه. الجون الموهوب ده صعب تلاقيه. يعني اغلب حراس المرمى هتلاقيه اتعلم. في العاب كده زي الهاند بول، زي الطايره، دي العاب تعليميه. تقدر تصنع نجم. تصنع منه نجم. أيوة. او حارس عنده الجراه، عنده الشجاعه، اطراف ايديه طويله، اللي هي مميزات او صفات الحارس. علي لطفي جون موهوب، بيلعب بدماغه، بيلعب بعقله، عنده التالنت كويس. فانا مش خايف على حراسه النادي الاهلي من ما انت حتى بتسالني في الفاصل. لا، علي لطفي جون من الاجوان الموهوبه، جول كويس جدا. هو يمكن بعده عن اللعب شويه، والجون تملي بيبقى استمراريه. ايوه، الجول لما بيبعد شويه الناس بتقلق لما يجي يلعب. لكن ما ننساش، والناس اعتقد الناس ما تنساش ماتش الاهلي والزمالك، اما برضو كان الشناوي جات له اصابه، وعلي من احسن ماتشات كابتن علي، احسن ماتشاته لعبها، وصد ضربه جزاء كانت السبب في المكسب. فعلي لطفي لا، جون كويس جدا. انا شايف ان هو من الحراس، ولو كان بيلعب انا بقول لك او على مسؤوليتي كان زمانه في منتخب مصر. كان زمانه في منتخب طبعا مصر. طبعا نمرة كام على مستوى حراسة المرمى في مصر من وجهة نظر كابتن أمين عرابي؟ لا، هو جول طبعا المميزين كتير. أيوه، لكن هو يصنف من ضمنيهم، يعني يصنف من ضمن الحراس المرمى الكويسين. وخلي بالك النادي الأهلي لما يجي يتعاقد مع لاعب سواء حارس مرمى أو لاعب ما بيتعاقدش هباء. النادي الأهلي بيتعاقد بفكر، بيتعاقد باستراتيجية، بيتعاقد بأسلوب. فلما فكروا فيه، لا فكروا فيه كويس وجابوه، هو جول محترم وجول كويس، وهو عندنا ان شاء الله بيزيد. وانا شايف ان هو لا، يعني ما انا بقول للناس ما تقلقوش، يعني لا ما حدش قلقان الحقيقه. وفي كل الماتشات يعني علي لطفي، وبالمناسبه يمكن واحنا بنتكلم عليه احنا بنعمل دايما اختيارات للجمهور بعد كل ماتش الاهلي بيلعبه. علي لطفي كان من نجوم مباراه الذهاب، احنا لسه ما اعلناش بالمناسبه نتيجه مباراه العوده، هنعلنها الايام اللي جايه ان شاء الله. نشوف حضراتكم اخترتم مين افضل ثلاث لاعبين، لكن الجمهور اختار في مباراه الذهاب اللي الناس ما كانتش راضيه عن اداء الاهلي فيها اكرم توفيق، علي معلول، وعلي لطفي. ولا وحتى الجون اللي جه فيه هنا في الاياب جون صعب جدا، يعني هتخش في اي حد، وشال كام كوره برضه، وشال طبعا. لا انا بقول ان هو جول محترم، جول كويس، وان شاء الله يبقى دايما لقدام ويثبت على المستوى ده. وباذن الله هو يعني كمان ميزه ان هو لما يلعب ويبقى كويس هبقى في تنافس مع الشناوي، الاثنين هيشدوا حلهم مع مصطفى شوبير الناشئ، مع حمزه. اعتقد ان احنا عندنا مركز محترم في حراسه المرمى. مشوارك مع الناشئين وفي اكاديميات النادي الاهلي بالتاكيد ادالك خبره في تقييم الموهبه واكتشاف مواطن القوه فيها عشان تقدر تنميها، واكتشاف مواطن الضعف عشان تقدر تعالجها. لو بصيت على قماش النادي الاهلي، لعيبه سواء موجوده معانا من الاول او لعيبه داخله على السكواد السنه دي جديده، مين شايف انه لسه عنده كتير ومحتاج اهتمام من الجهاز الفني ومحتاج ان هو كمان يشتغل على نفسه في حاجات معينه؟ محمد هاني. محمد هاني نمره واحد، عنده امكانيات عاليه جدا ولعيب كويس جدا، محتاج ان هو يبقى هو اللي عنده المسؤوليه والجلد والتحمل، وان هو اللي يخش في الفورمه تاني ويرجع زي ما كان ساعه كاس العالم للانديه وقبليها. اعلى فورمه وصل ليها هاني في كاس العالم للانديه وقبليها بتاعت البطوله الافريقيه. انا شايف ان احمد عبد القادر لعيب سوبر ستار، لو خد ولعب هيبقى هايل. عمار حمدي لو لعب وخد هيبقى هايل. عندنا احمد نبيل كوكا لو لعب وخد هيبقى كويس. عندنا بقى لعيب انا من وجهه نظري انه لعيب بقى ايه، انا حتى في الناشئين كنت بسميه الحاوي، يعني اسمه زياد طارق. الحاوي وليد؟ لا، وفي زياد طارق كمان. في زياد طارق. زياد طارق ده السنه اللي فاتت طلعوه عارة الاسماعيلي. تمام. هو رجع السنه دي من احسن لعيبه الكوره اللي بتحط الكوره تحت رجليها. ايه مركزه في الملعب؟ ناحيه الطرف اليمين.
يحط الكره تحت رجليه، عنده باص كويس جدا، المراوغه عنده عاليه جدا، ال1 تو 1 تمام. بس انا ال1 تو 1 دي بقت عامله مشكله. لا دي بتاعته شغلته يعني. شغلته عنده فكر عالي جدا في الكوره. فاعتقد ان اللعيبه دي اللي هي من عندنا من قطاع الناشئين لو خدت الفرصه تماما باذن الله باذن الله هيبقى ليها مستقبل. عايز افتح معاك موضوع الناشئين ده، بس خلينا اكلمك الاول على شكل المنافسه. مين حصان اسود من وجهه نظر كابتن امين النسخه دي في الدوري؟ تراهن على مين؟ شوف هي مش باينه او ما اقدرش احكم دلوقتي، محتاج جوله ولا اتنين؟ طبعا، لان هي بيني وبينك في البدايه الميركاتو مش مقياس بالنسبه لك؟ لا لا طبعا مش مقياس. لا لا خالص. الاسماء اللي تعني لك الانسجام في الفرق بيبقى صعب طبعا. يعني السنه اللي فاتت كل الناس اسوان اول ماتشين كسبهم من ضمنهم امبي ومش عارف الاسماعيلي، بعد كده هبط. ايوه، فالواحد مش عايز يحكم على حد، لكن اللي انا بقوله لو سيراميكا بنفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت لا هيتحسن، هيروح لحته احسن. فيوتشر جايب لعيبه انا شايف انها برضو لعيبه مميزه جدا، ولعيبه انديه كبيره وعندها خبرات وعندها يعني الضغط النفسي، تقدر تلعب تحت ضغط نفسي، لكن ما شفناش في الملعب انسجام وارتباط. هنشوفه النهارده. ما انا بقول انا عايز اقول لك ان الاثنين طالعين وعاملين مباراه منتظره، يعني الناس النهارده مستنيه فاركو وفيوتشر هيعملوا ايه مع بعض. هل سموحه هيمشي بنفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت صراحه مشي بمستوى هايل. هل هيمشي بنفس المستوى؟ الاتحاد مستواه ساعات وساعات، لكن هيمشي بنفس المستوى. السنه دي الدوري صعب. مين ويمكن بيبلوني دلوقتي سموحه عامل سكور قدام الاتحاد كسبان 4-1 لغايه دلوقتي. يا نهار ابيض. سكور تقيل على كابتن حسام في اول الموسم. لا لا كتير واول ماتش وصعب. لا كده سموحه ممكن تبقى يعني ماشيه بنفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت. في منافسه على اللقب بره الاهلي والزمالك؟ تتوقع ان في فرقه ممكن تنافس مع الاهلي والزمالك السنه دي، ولا برضه هتفضل المنافسه حقيقه هتضايق الاهلي والزمالك شويه؟ هتضايق الاهلي لكن مش هتنافس. هتنافس مش منافسه ان يبقى في الاول والتاني. هو حي يعني يخطف بونت، يتعادل معاك، يزنقك شويه، لكن يحطك تحت ضغط. لكن في النهايه ليه بقى انا بقول كده؟ لعيبه الاهلي والزمالك اتعودت على الضغط، وتعودت على اللعب على بطوله، والاجهزه الفنيه ومجالس الادارات، خلاص اللعيب بقى نازل متعود ان بالنسبه لجمهوره يعني زي ما احنا في النادي الاهلي مثلا بنزعل في التعادل مش في الهزيمه، بنزعل في التعادل. فدي خلاص عملت عند اللعيبه حاله ان ما حدش يقدر يقرب، زائد الماتشات الافريقيه اللي بيلعبوها، الخبرات اللي بيكتسبوها. اعتقد انه صعب. تعتقد صعب حد يخش بين الاهلي والزمالك؟ بيراميدز بالنسبه لك مش علامه استفهام؟ الاسماعيلي المتراجع بقاله سنين مش علامه استفهام؟ لا البيراميدز بالذات. الاسماعيلي برضه ظروفه الماديه ممكن نقدر يعني نقول مش في صالحه. تمام. فعشان كده يعني السنه اللي فاتت ما كانش بيراميدز هو اللي علامه استفهام كبيره. علامه استفهام كبيره. بس انا من هنا انا بشيد بمجلس اداره النادي الاهلي وادارات النادي الاهلي السابقه واللاحقه والموجوده، ان هو ده الفرق. هو ده الفرق. اداره تعرف تحكم النادي، تحكم اللعيبه، تقدر تسيطر على اللعيبه مهما كانت نجوميتهم، مهما كانت شهرتهم، مهما كان ادائهم في الملعب. يبقى الكيان واسم النادي الاهلي هو النجم. لا. هو اكبر من اي اسم. هي دي الفرق. هو ده الفرق الكبير. صحيح. خليني اتكلم معاك بقى بالتفصيل على النجوميه، على صناعه النجم، على اكتشاف المواهب، وعلى الموهبه اللي بقت عمله نادره، وعلى ارقام اللي وصلت ليها عقود اللاعبين. هل كل ده منطقي من وجهه نظر كابتن امين عرابي؟ بس اسمح لنا نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل جزء مهم جدا الحقيقه، واحنا يمكن كنا بنبتدي حلقتنا بمحمد صلاح وازاي نشوف 10 20 30 لاعب مصري متالقين ناجحين منورين في الدنيا كلها زي محمد صلاح. خلينا نسمع راي كابتن امين عرابي في السادسه بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. كنت بتكلم في الفصل انا وكابتن امين على ابو صلاح، كنا بنتكلم على انه دلوقتي الاجيال اللي كلها طالعه شايفه مو صلاح قدام منها، وعايزه في يوم من الايام تبقى ناجحه زي محمد صلاح. كانت النقطه اللي بنتكلم فيها انه مهم جدا تبقى عايز، ودي احنا متفقين عليها انا وكابتن امين، لكن ازاي تحقق ده؟ لازم تبقى عارف طريقك ماشي ازاي، لازم حد يوجهك، لازم حد يشتغل على اسلوب تفكيرك وعلى عقليتك، لان جزء كبير جدا من نجاح محمد صلاح اكاد اجزم انه اكتر من نسبه 50% مش مرتبطه بس بالكوره بقد ما هو مرتبط بالعقليه، بالثقافه، باسلوب وطريقه التفكير. ده جزء اساسي جدا من نجاح اي لاعب
بره مصر، وياما كان عندنا محترفين الحقيقه ما نجحوش اللي عمل، يعني ما عملوش اللي عمله محمد صلاح، لكن الحقيقه كانوا يستحقوا كمان يكونوا في مكانه احسن بكتير من اللي وصلوا لها. يعني انا بشوف انه مثلا على سبيل المثال لاعب زي محمد زيدان، لاعب زي عمرو زكي، حد زي حسام غالي، حد زي محمد شوقي، حد زي احمد حسن، انا شايف انه اللعيبه دي، حازم امام، انا شايف ان اللعيبه دي كانت تستحق كمان تروح لابعد من كده في مشاورها الاحترافيه. يعني كابتن امين، انا متفق معاك تماما. هنرجع لنقطه مهمه جدا في النشء نفسه اللي حضرتك بتقول عليها، حد يعرفه. عشان حد يعرفه لازم يبقى المدرب نفسه عنده الثقافه الاحترافيه عشان يعرف يوصلها للولد. يعني لازم انا عندي الثقافه دي عشان طول ما انا شغال مع الولد اكلمه واحسسه بالثقافه دي، لازم تبقى قوي، لازم تبقى محترف، ما يهمكش اي حاجه، ما تبصش وراك، اشتغل على نفسك، لازم تيجي التمرين الصبح تواظب، لازم تنام بدري، لازم تاكل في وقت معين، بعد الساعه كذا ما تسهرش، لازم الكلام ده يبقى شغال معاه على طول، ومتابعه. ايوه المتابعه ما بين المدرب ما بين الاسره في البيت. انا اكاد اجزم انه في اليوم اللي محمد صلاح شال فيه شنطه هدومه وقرر انه يسيب مصر ويطلع على سويسرا عشان يحترف في بازل، الراجل من اليوم الاول وهو عايز يحقق حاجه، عقليه يعني عقلية. يعني هو طالع من هنا طموح، مش رايح يحترف ويلعب شويه ويجيب فلوس ويبقى عنده مشهور واسمه، عنده تجربه احترافيه ويرجع تاني يوم، عنده الطموح. وعشان كده ربنا اداله، يعني ما هو في الاخر ربنا هيديك، انت سعيت فربنا اداك، وكل ما بيسعى كل ما ربنا بيديله زياده، كل ما بيجتهد كل ما بيتعب. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، مثلا محمد صلاح بيتحرم من حاجات كتير جدا، محروم ان مثلا حتى هنا ما بيقدرش يجي يزور اهله كتير، ولو جه خطف ويمشي، وفي حاجات كتير طبعا، عشان كده هو حابب وشغال وعاوز، فربنا بيديه. طب ده هيكون مدخل كويس جدا لكلامي اللي جاي مع حضرتك. في وقت خلينا نقول لغايه ايه، مثلا 5 6 سنين فاتت، ما كانش فيه البيئه اللي تسمح ب ب ب ب ب ب بالاهتمام بقواعد الناشئين. يعني النهارده الدوله، انا بشوف طول ما انا ماشي على الاقل على مستوى القاهره، يعني انا مدرك كمان ومتاكد ان ده بيحصل المحافظات. في كل المحافظات، بس بشوف ملاعب النهارده في كل حته، وبشوف اكاديميات كوره من جوه مصر، قطاع خاص او تبع الانديه او حتى بتحمل اسم انديه اجنبيه كبيره جدا في كل مكان، وبشوف اهتمام من الولاد ومن اولياء الامور ان هم يمارسوا رياضه كره القدم، ورغم كده مش شايف مواهب تعكس حاله الطفره دي. لان انت كل اللي انت قلته ده مظبوط وتمام جدا ومتفق معاك فيه، انت نسيت اهم عنصر، المدرب اللي بيمر، اللي هو الاكاديميات دي والشغل ده والملاعب اللي انت بتشوفها. فين بقى المدرب الكويس اللي بيختار كويس ويعرف ينقي اللعيب الموهوب ويعرف يوصله لاحسن حاله ليه؟ ما هو انا خلي بالك، مع احترامي طبعا لكل المدربين، أيوه. انا ممكن اكون مدرب ما اشتغلتش قبل كده او على قدي او 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 عندي ملعب، عملت اكاديميه، جالي ناس قريبين من البيت، قريبين من الملعب اللي انا موجود فيه، تمام، كل واحد عنده طموح ان يبقى محمد صلاح زي ما حضرتك قلت، فبيدفع اشتراك، فبيجي لي اللعيب، بيجي لي لعيب كويس ولعيب مش كويس ولعيب، انت فاهم؟ امتى بقى بس بدل دافع فلوس هيلعب، لازم يلعب. انا بقى اختار، واختار ازاي، واديله ايه نوعيات التدريب بتاعته اللي تقدر توصله انه يبقى لعيب كويس. كم محمد صلاح ما عندوش قدره يدفع اشتراك في اكاديميه، كم محمد صلاح محتاج حد، محتاج عين تروح تبص عليه في المكان اللي هو يلعب بيه، لا كتير، بيلعب فيه كوره كتير في جدا، في الشارع وفي الحاره وفي الزقاق وفي الميدان كتير جدا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اغلب اللعيبه اللي بتلعب في الانديه مش اكاديميات، يعني كلهم جاي اختبار، دفع التذكره الاولانيه بتاعت الاختبار، نجح في الاختبار، مدرب في القطاع شافه في فرقه تانية او شافه في اكاديميه صغيره خده. لكن انا عايز اقول لحضرتك المهم جدا المدرب اللي بيمرن، والراجل اللي بيختار بعينيه يختار. هنا للاسف كمان، وده اتكلمنا فيه كتير، الدوريات البراعم اللي بتبدا من الصغر دي بتقضي على اللعيب، مش بتخلي اللعيب كويس، دي بتقضي عليه، لان الولد من 8 سنين او 9 سنين او 10 سنين بيخش تحت ضغط، بيبدا يخش في منافسه، ولي الامر بيبقى مشدود،
المدرب بيشتغل في نادي او بيشتغل في مكان عايز يكسب، ملوش دعوه بقى ده يبقى كويس او مش كويس، ما بيبنيش للمستقبل، ما بيبنيش ان ده يبقى محمد صلاح. هو عايز اكسب دلوقتي، فممكن انا استغنى عن ولد لعيب كوره كويس جدا مستواه كويس جدا، لكن ضحاله جسمه او نحافه جسمه مش هتساعده ان يلعب ضد الاستاذ احمد. فاجيب واحد قوي في نفس السن كورته قليله بس بيخبط وبتاع، بس انا هكسب بيه. فدي مشكله كبيره، دي مشكله كبيره. عشان كده المواهب بتقل، لكن احنا لو بنعمل الاسلوب المتبع في العالم كله في الدول الاوروبيه ان احنا نبدا اول بطوله من تحت 16 سنه، وكل المراحل اللي فاتت دي تعليميه، ومجرد ان انا اعلم واثقف ومرن كويس، وبعدين ابدا واحده واحده اديله الحاجات التكتيكيه الحاجات الخططيه لغايه 16 سنه ابدا ادخله في المنافسه. اما يبدا من هنا خلاص، يعني في منهم 16 سنه بيلعب درجه اولى. احنا بنستعجل على الولد جدا، احنا بنعمل بطوله، يعني تتخيل انت مثلا السنه دي كانت البطولات بتبدا من تحت 9 سنين، السنه دي عايزين الاتحاد عايز يبداها من 8 سنين. ومعرفش انت حضرتك شفت ولا لا قبل كده، روح اي بطوله ناشئين او براعم تحت 9 سنين، شوف كم الضغط على الولد من اولياء الامور ومن المدرب ومن الفرقه الخصم، لا حاجه صعبه جدا. فامتى تطلع عليه كويس؟ عندنا الكشافين اللي موجودين بتوع زمان، يعني زمان كنت بسمع انه كشافين وبينزلوا يحضروا دورات يحضروا ماتشات، انت عارف انه المناطق الشعبيه وكده. هو دلوقتي ما بقاش كشاف، ما بقاش كشاف، بقى سمسار، بقى سمسار، يعني عايز يجيب لك الولد واخد فلوس، انت مش هتديني هروح للنادي التاني. بس عنده القدره انه يكتشف فعلا، مش برضه مش زي الاول. العين هي، انا بقول لحضرتك مش زي الاول. الاول كان الكشاف بتاعك بيجيب لك الولد ليك انت، هو حابب النادي وبيحب النادي فجايبه للنادي فقط. النهارده الراجل اللي بيجيب لك الولد جايبه لك، ايه رايك يا كابتن؟ عاجبك؟ مش عاجبك؟ قسمت؟ طب مش عاجبك انبي هياخده، طب مش عاجبك الزمالك هياخده. انت فاهم؟ بقت سمسره يعني. بقت فلوس. فهي دي قصه. لكن والاتحاد ملوش دور فيها من وجهه نظرك؟ ما يقدرش. ليه؟ ما دور ايه؟ لا يعني الاتحاد مش ممكن مثلا زي ما هو معين مستر فينجادا مستشار فني يعين اكس واي زد مستشارين اكتشاف مواهب، ناس كشافين عندهم قدره وعندهم خبره، مفروض ناس تنزل تشوف في الصعيد وتشوف في الوادي الجديد وتشوف في شمال سيناء وتشوف. هيقول لك تكلفه ولا هينزل يشوف تكلفه؟ ده تكلفه، يعني انا ما ببص للارقام، وده جزء من الحاجات الاسئله اللي بتطرحها الجمهور، الارقام الفلكيه اللي بقينا بنسمعها في اللعيبه المصريين. انا مش ضد طبعا لعيب يكسب، بس يكون قيمه مضافه، يعني ما عنديش مانع ادفع في لعيب 100 مليون بس لعيب يجيب لي بطولات، او ما عنديش مانع ادفع في لعيب 100 مليون بس لما اعرف ابيعه ب 200 مليون. ده في النهايه جزء من الصناعه والاقتصاد والبزنس، لكن في النهايه الارقام بقت بالنسبه للناس ارقام مبالغ فيها قوي، والمردود اللي في الملعب يعني قليل تقريبا باستثناء النادي الاهلي مفيش مردود. ما انا بقول لحضرتك قليل جدا، يعني المردود بقى قليل جدا والاسعار زادت جدا لدرجه ان الانديه الشعبيه مش عارفه تجيب لعيبه ومش عارفه تلعب ومش عارفه الانديه الشعبيه بس فخلاص بتتراجع. فهنا الفيصل بين الاثنين، اللي معاه فلوس هو اللي بيصعد، اللي معاه فلوس هو اللي بيكسب، اللي معاه فلوس هو اللي ممكن يصرف على اللعيبه. الانديه الشعبيه كلها قتلت لان مفيش فلوس ومفيش امكانيات ومفيش، وده مقلل من حلاوه الكوره، مقلل جدا من حلاوه الكوره. يعني انت مثلا، انا افتكر مثلا زمان النادي الاهلي يروح يلعب في المنصوره الاستاد فل، يروح يلعب في المنيا الاستاد فل، فل ضد النادي الاهلي بيشجع المنيا او بيشجع المنصوره، او بس اول ما الاهلي بيجيب جون ماشي. لكن انا قصدي اقول لك كله بيتحول. لا انا قصدي اقول لك ايه، يعني في جماهير في جماهير غير صحيح صح. فبتخلي اللعيب حتى يطلع اكثر حاجه عنده واحسن حاجه عنده، لانه هيتحاسب في وقته، هيتحاسب دلوقتي. لعبت لعبه غلط هتسمع لفظ مش كويس، لعبت لعبه كويسه هتلاقي الناس كلها بتسقف لك، فاللعيب بيبقى نازل خايف زي الممثل، زي هم دايما بيقارنوها بالممثل اللي وقف على خشبه المسرح، بيبقى نازل خايف، نازل عايز يلعب لانه قلقان. النهارده مين الانديه الشعبيه اللي في الدوري؟ ده كمان من غير جماهير. بس الجماهير راجعه السنه دي يا كابتن امين باذن الله، نتمنى ذلك، يعني نتمنى ذلك نتمنى ونراهن. انا عايز اقول لحضرتك ايه، الجمهور بيفرق كتير قوي. طبعا بيفرق كتير جدا. انا بقول السنه دي انه الكره في اوروبا ممتعه، يعني احنا السنه اللي فاتت كنا بنشوف لقاءات بين في مثلا في بطوله دوري ابطال اوروبا
تشوف لقاءات من عينه مثلا برشلونه ومثلا بايرن ميونخ، مان سيتي وباريس سان جيرمان، اكلمك على فرق فيها نجوم بمليارات وما كناش حاسين بالمتعه. السنه دي الجمهور مدي طعم تاني. لا صدقني الجمهور بيحسس اللعيب بالروح والقتال واللعب. لا وبيحسس المشاهد كمان اللي قاعد بيتفرج. انا هقول لك واقعه كده صغيره حصلت معانا شخصيا. كنت انا وكابتن انور سلامه ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب، كنا ماسكين نادي الالومنيوم في الدوري الممتاز وجايين نلعب الالومنيوم ده كان في الدوري كان وجايين نلعب النادي الاهلي هنا في استاد القاهره. فمعانا ولد كنا جايبينه من سوهاج اسمه خالد عبد الفتاح، لعيب كويس جدا، وحطيناه في التشكيل وهنبدا المباراه. فقبل المباراه الملعب مقفول، ملعب الاستاد مقفول هنا نزلنا نسخن، الولد بيجري تايه في التسخين. خرجنا بره دخلنا اوضه اللبس قبل بقى ما هننزل الماتش. ايوه بيبكي، فالكابتن جابه وقال له يا ابني انت يعني بتعيط ليه؟ قال له يا كابتن انا معقوله هلعب قصاد كل دول؟ انا خايف. قال له خايف من ايه؟ ده ناس بتشجع وناس. قال له يا كابتن انا خايف. قال له ما تخافش وان شاء الله هتبقى كويس وما يهمكش اي حاجه ويلعب. فانا قصدي اقول لك شوف الجمهور بيأثر على اللعيبه قد ايه؟ طبعا يعني بيأثر على اللعيبه قد ايه؟ فما بالك بقى انت جمهورك انت. يعني ما بالك انت بقى انت بتلعب والجمهور ده كله بتاعك انت، تعمل ايه؟ لا تفرق كتير جدا طبعا. بس الموهبه برضو نرجع لبدايه الكلام، الموهبه النهارده بقت عمله نادره. والله ما عمله نادره. لا اللي دور اللي موجود اقصد اقول بص انا ما عنديش شك ان المواهب اللي موجوده في ال 100 مليون كتير، بس انا بقصد اقول المواهب اللي موجوده على الساحه بقت عمله نادره، بقت قليله. مش عمله هقول لك. والدليل انه اللعيبه اللي موجوده هي اللي طب انا هقول لك بتدور بين الفرق، ده ينزل ده يطلع. ما انا هقول لحضرتك ليه بتدور بين الفرق؟ مع احترامي لكل الانديه اللي بتصعد او كل الانديه اللي هي بتيجي بعد الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك فقط اللي ممكن او الاسماعيلي برضه نسبه بيدخل لعيبه من الناشئين عنده. ايوه. فبتلاقي مواهب. الانديه الثانيه بيجي يصعد يمشي كل اللي صعدوا ويشتري 20 لعيب المميزين، وهو بقى الثاني ما عندوش فلوس خلاص. المحله ما عندوش فلوس فجيب اللعيب المميز. فلان ما عندوش فلوس فجيب اللعيبه المميز، فبيعمل خليط من هي اللعيبه بتاعت الدوري، ما فكرش يطلع من عنده. يعني كل الانديه اللي بتصعد دي عندها قطاعات ناشئين. قول لي كم فيهم كام نادي طلع لعيبه ناشئين؟ هو يقول لك انا عايز اقعد في الدوري، فانا مش هستحمل ده. ما بقاش عنده الجرأه. زمان لما ما كانش فيه الفلوس كان غصب عن النادي بيطلع اللعيبه اللي عنده. فكنت تلاقي مواهب كتير. كتير جدا. النهارده لا، انا لسه هفكر في دوت. ما انا اروح اجيب فلان. ما انت قلت انا لسه هفكر، وانا قلت انا لسه هفكر، وهو قال انا لسه هفكر. ما حدش هيفكر. هم بيحسبوها كده. انا بقول لحضرتك هم بيحسبوها كده، فيروح يشتري، فلما يشتري خلاص. صحيح. رسالتك للجهاز الفني وللاعبي النادي الاهلي قبل بدايه الموسم وقبل مباراه الاسماعيلي. ان شاء الله باذن الله اتمنى لكم التوفيق، واتمنى ان ربنا بالنسبه للعيبه يبعد عنكم الاصابات وتأدوا أداء يفرح جمهوركم ويفرحنا كلنا كأهلوية، وبإذن الله تاخدوا البطولة السنة دي زي ما خدتوها السنة اللي قبل اللي فاتت إن شاء الله بفارق، والبطولة الإفريقية كمان إن شاء الله. الجهاز الفني بقول له أتمنى لك التوفيق، ومجلس إدارة النادي الأهلي واقف في ظهرك زي ما أنا عارف، والنادي الأهلي عمره ما بيخش في التدريب أو يخش مع مدرب، ودي حاجة تريحك وحاجة تديك القوة، وان شاء الله باذن الله نشوف اداء احسن من السنه اللي فاتت، وباذن الله مستنيينك البطولات كلها باذن الله. ان شاء الله باذن الله مستنيين كره الاهلي الحلوه بدايه من ماتش الاسماعيلي، الجمهور قاعد مستني الحقيقه، مش بس عشان مواجهه في انطلاقه موسم، ومش بس عشان باللاعب الدراويش، لكن كمان عايزين نشوف شكل الاداء مع الصفقات الجديده. بالتاكيد الصفقات الجديده يمكن تكون كلها بلا استثناء، وان كنت اشك ان مستر موسيماني ممكن يغامر بيهم دفعه واحده هيبقى السيناريو صعب شويه متوقع، لكن على الاقل نشوفهم حتى لو تدريجيا، وان شاء الله باذن الله ما عنديش شك كل ثقه باذن الله انه الاهلي السنه دي هيقدم واحد من افضل مواسمه.
بشكر كابتن امين عرابي، شكرا على وجودك معانا، شرفت ونورت كابتن امين. انا اللي بشكرك، شكرا. ويبقى الحديث الحقيقه عن اكتشاف المواهب وعن صناعه الناشئين في كره القدم في مصر ممتد وطويل. خدنا راي النهارده واحد من الخبراء في المجال ده، ومشوار طويل جدا سواء في قطاع الناشئين في النادي الاهلي او مع الاكاديميات. ويبقى الملف الحقيقه مفتوح، ومش هكل ولا همل من الحديث عنه في السادسة. بشكر حضراتكم على المتابعة، ونتقابل على كل خير إن شاء الله في بداية أسبوع جاي.